الو الزراعيه مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تهاب يا بيس. عايز محدش يعرف. الزراعيه مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر والقطاع الزراعي في هذا التوقيت بيحتفل بموسم زراعة القمح، لكن مزارعين كتير جدا بيتم التواصل مع برنامج الزراعي مباشر بيقولوا بعد القمح هنعمل ايه. الفلاح اللي عنده بعد النظر، الفلاح اللي بيتعامل مع ارضه باستمرارية بيتكلم وبيقول انا عاوز محاصيل اخرى اكمل بها الموسم، زي ما انا عندي قمح ناجح عايز بعد زراعة القمح اكمل. بنتكلم عن زراعة في شهر مايو القادم، بطمنهم وأقول لهم إن إحنا عندنا محاصيل كتير ممكن نتعامل معها، وزي مثلا فول الصويا، لأن فول الصويا بيعتبر من المحاصيل البقولية الصيفية المهمة جدا في تغذية الإنسان والحيوان، وأيضا بتحتوي بذوره على 40% بروتين من أعلى أنواع الجودة، وحوالي 20% زيت خالي من الكوليسترول، وأيضا بيعتبر من المحاصيل البقولية المحسنة للتربة، وده اللي بيبقى محتاجينه في فترات كتيرة جدا، لأنه بيضيف للتربة حوالي 20% أو 25% وحدة أزوت الفدان. الإنتاج العالمي من مختلف أنواع الزيوت النباتية 444 مليون طن. إنتاج مصر منها حوالي 160 ألف طن فقط. منهم 80 ألف طن من القطن، وبنستورد مصر من الزيوت 106 مليون طن في العام. متوسط استهلاك الفرد كان في مصر من الزيوت 13 كيلو جرام سنوياً، في هذا العام وصل إلى 20 كيلو سنوياً. لكن ده المتوسط العالمي بيقول ان حوالي 30 كيلو جرام سنويا هو المتوسط. طيب بما ان جمهورية مصر العربية بتستورد حوالي 95% من استهلاكها من الزيوت النباتية، فضروري جدا زراعة هذا المحصول وخصوصا في الاراضي الجديدة. ايضا العائد الاقتصادي بيوفر عملات صعبة لمصر ويحد من الاستيراد ويغذي مصانع استخلاص الزيوت النباتية القائمة في مصر ويوفر الاعلاف للانتاج الحيواني. وميزات كتيرة جدا وعديدة، ولكن اللي خلاني اتكلم النهارده على هذا المحصول اسئله المزارعين. المزارع اللي هو عنده استمراريه في ارضه بالرغم من ان هو بيزرع في هذا التوقيت القمح وبيهتم بمدخلات الانتاج والمعاملات الزراعيه، ولكنه بيفكر هيعمل ايه بعد زراعه القمح. رب ان يكون في مصر دائما الانتاج والفكر الجيد المستنير لحمايه الارض الزراعيه التي يمكن ان نستفيد منها استفاده قصوى تعود على المزارع وأيضا على الناتج القومي المصري. أهلا بكم في الزراعية مباشر.